لو سي ان او كما تعلمون اصدقائي هو عباره عن كود يتكون من 8 ارقام، ويمنح لكل تلميذ ابتداء من الجذع المشترك، ويمكن التلميذ كذلك من الولوج الى مجموعه من الخدمات، ولعل ابرزها التسجيل في مواقع مجموعه من الكليات والجامعات المغربيه. ويمكن العثور على هذا الكود او الرقم الوطني للتلميذ في بيان النقاط او نتائج المراقبة المستمرة، بالإضافة كذلك إلى وصل التسجيل في إحدى الجامعات المغربية. فيما يتعلق برقم مسار فهو عبارة عن رقم يتشكل غالبا من حرف يكون في بدايته متبوعا ب 9 ارقام، ويمكن هذا الرقم او هذا الكود التلاميذ من الولوج الى خدمات فقط التي لها علاقة بمسار. ولعل ابرز مثال يمكن ان اضربه لكم موقع تعليم.ما او المتمدرس CEN، او رقم بطاقة التعريف الوطنية كود ديدونتيتي ناسيونال، وهو الذي نجده غالبا في بطائق التعريف الوطنية. هذا الشرح فقط قمت بوضعه فقط لغالبية الطلبة الذين لا يفرقون بين هذه الأكوان. تذكروا أصدقائي جيدا، CNE هو الرقم الوطني للتلميذ، كود مسار هو رقم مسار ويبدأ بحرف أولا ومتبوع ب9 أرقام. أما CNE أو رقم وطني للتلميذ فيتكون من 8 أرقام. فيما يتعلق ب CEN فهو الذي يوجد في بطاقة التعريف الوطنية، ويكون مبدوعا بحرف أو حرفين P, P, B, E, E, N, Z وغيرها من الحروف الأخرى، ويتشكل غالبا من 6 أرقام أو 7 أرقام. إلى هنا ينتهي شرحنا لهذه الحلقة، نلتقي في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى. تقبل مني أنا سعيد العبيوي أطيب المنى وأسعد الأوقات. لا تنسوا أصدقائي التسجيل أو الاشتراك بالقناة حتى تتوصلوا بجديدها إن شاء الله تعالى. دمتم سالمين.